ده بص كده ايه اللي حكيتها دي بتاعت الشيخ هو قاعد يعاود الى الزملاء في الاستوديو. طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام، زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، ومحور حديثنا نائل البرغوثي ايقونه الحركه النازيه. اما محاور الحديث أربعة عقود في زنازين الاحتلال، ماذا عن واقع الأسير نائل البرغوثي؟ نستنتج كل السبل المتاحة لإنقاذ حياة الأسرى. وماذا عن موقع المحافل الدولية والحقوقية بشأن واقع الأسير الفلسطيني؟ هذه الأسئلة وغيرها أحبتنا الكرام ستكون من ضمن محاور حديثنا في هذا اللقاء من فلسطين اليوم تحت عنوان الحركة الحاسمة. أكد نادي الأسير الفلسطيني أن إدارة سجون الاحتلال عزلت الأسير نائل البرغوثي في زنازين معتقل بئر السبع إيشل. وأوضح النادي أن سلطات الاحتلال تذرعت بصدور تصريحات عن الأسير البرغوثي في الذكرى الأربعين لاعتقاله، وعلى خلفية ذلك عزلت. وأشار النادي إلى أن الاحتلال أدد كذلك بنقل الأسير البرغوثي إلى معتقل آخر، معتبرة أن هذه الممارسات ما هي إلا عملية انتقامية بحقه. هذا ونظمت لجنة الأسرى التابعة للقوى الوطنية والإسلامية وقفة تضامنية مع الأسير البرغوثي مع دخوله عام الأربعين في سجون الاحتلال أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة. وفي كلمة له خلال الوقفة أكد القيادي في حركة حماس مشير المصري أن المقاومة ستعيد تحرير الأسير البرغوثي حتى يعود حرا إلى الأبد. قراءة واقع الأسير نائل البرغوثي واجتياده أربعة عقود في زنازين الاحتلال يكون في سياق تقرير الزميلة عفاف لوبان. أربعة عقود أفضح الأسيرون إلى البرغوثي من قرية كوبر قضاء مدينة رام الله خلف القبان. عانق خلالها الحرية 32 شهرا تحت رحلة ألم متواصلة لم تقتصر على المعاناة فقط، فخلال هذه السنوات لم تحظى عائلته برؤيته وفقد والديه وهو في الأسر. جئنا اليوم لنؤكد بأن هذا القائد نائل البرغوثي يجب أن يكون أيقونة الثورة الفلسطينية، أيقونة الحرية وأيقونة الإنسانية، ويجب أن يتم إحياء هذه القضية ووضعها على طاولة الدولية والأممية حتى يتم الإفراج عنه، لأن العدو الصهيوني غدر شعبه بالمقاومة من خلال إعادة اعتقال نائل البرغوثي الذي تم الإفراج عنه في صفقة فادحة والأولى. نظمت أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر شارك فيها العشرات للتأكيد على أنهم جميعهم مع نائل البرغوثي الذي اعتبروه أيقونة الثورة الفلسطينية. اليوم نحن هنا نقف وقفة للتاريخ مع الأسير القائد نائل البرغوثي الذي دخل عامه الأربعين في سجون الاحتلال، 40 عاما قضاها من الصبر والتضحية والثبات والفداء لفلسطين ولأرض القدس وللشهداء والجرحى. هذا الرجل الأسطوري الذي يجب أن يخلد ويجب أن يرفع ويقلد أرفع الأوسمة في التاريخ. الأسرى اليوم يعانون الأمرين، سياسة الاعتقال وسياسة الإهمال السياسي. هناك بعمليات خفض الجنود ومبادلتهم بأسرانا. الأمل هنا في المقاومة الفلسطينية في حقها سقطت جديدة.